تتزايد تهديدات الإسرائيلية لشن عملية عسكرية في لبنان والانتقال من حملة الرد على حزب الله للتحرك داخل الحدود. قائد المنطقة الشمالية في الجيش الإسرائيلي وخلال لقاء مع رؤساء السلطات المحلية في المنطقة الشمالية قال إن الهدف هو تغيير الوضع الأمني على الحدود مع لبنان بشكل يتيح عودة السكان بأمان. أشار إلى أن الجيش وضع خطة عسكرية لتقييم الوضع الاستخباراتي والعملياتي، بما في ذلك الإسراع في التحضير للمراحل اللاحقة من القتال على الجبهة الشمالية. وأشار إلى أن الجيش الإسرائيلي عازم على تغيير الواقع الأمني الذي بات يتغير، وأنه يستعد لتوسيع رقعة الحرب والانطلاق للهجوم. أضاف أنه سيواصل خوض المعركة الدفاعية وضرب حزب الله وتجريده من قدراته وفق قوله. قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان أن الحرب ليست هي الحل. وقال عبد اللهيان الذي زار لبنان اليوم أن إسرائيل ستورط أمريكا في حرب كبرى بالشرق الأوسط. وشكلت لقاءات عبد اللهيان كبار المسؤولين اللبنانيين في إطار التشاور حول مختلف التطورات والمستجدات في المنطقة، بما فيها حرب غزة والاستهدافات الإسرائيلية لمناطق في لبنان وكذلك سوريا. نحن قلنا بكل صراحة للولايات المتحدة الأمريكية أنه عليها أن لا تدعم الإبادة الجماعية الإسرائيلية ضد غزة والجرائم ضد الضفة الغربية، وقلنا بصوت عال منذ بداية هذه الأزمة أن الحرب ليست هي الحل. من بيروت النائب في البرلمان اللبناني الدكتور سليم الصايغ ينضم إلينا. سعادة وسيادة النائب، مرحبا بك. هل من جديد يحمله وزير الخارجية الإيراني للساسة اللبنانيين في زيارته هذه؟ يعني ليس هناك أي طرح إيراني بالحقيقة، غير أنه التأكيد على أنه هي حفلة علاقات عامة، يريد أن يظهر أنه لا زالت إيران هي لاعب أساسي ولابد من التخاطب معها، ربما لتدارك الأمر أي تدارك الحرب أو وضع تسوية. إيران هنا، هذا هو العنوان، إيران هنا، وإيران لا زالت قوية وعندها حلفاء أقوياء في لبنان. هذه هي الرسالة، وأنا أريد انطلاقا من رسالة الوزير الإيراني، وقد يكون تأكيدا واستكمالا لما قاله، إذا كنت حقيقة تريد أن لا يكون هناك حرب وتوسع للحرب في لبنان، الأمر بسيط جدا، فليلتزم الجميع بالقرارات الدولية، لسيما القرار 1701، وليتشر الجيش اللبناني على الحدود كما هو منصوص في متن القرار، وبالنتيجة نتفادى هذه التوسعة التي لن تخدم، حتما لن تخدم لبنان ولن تخدم فلسطين، ستدمر ما بقي هنا في لبنان، وبالنتيجة ستعطي بعض الوقود لهذه الغطرسة الإسرائيلية المعهودة. طيب، يعني مسألة الالتزام بالقوانين الدولية لابد أن يقابله التزام إسرائيلي، أليس كذلك سيادة النائب؟ يعني يقال بأن إسرائيل لم تلتزم. هذه حجة لا تستقيم، لأنه من فتح النار أول بأول في 8 أكتوبر هو الجانب اللبناني، إذ قال نحن سنعلن حرب إشغال للعدو الإسرائيلي لتخفيف الضغط عن غزة.
وبالنتيجة ما يحصل في الجنوب ليس هو لأنه سقط 1701 وبالنتيجة كان لابد من التصرف. ما حصل في الجنوب هو إمعان لإسقاط القرار 1701، ولابد لذلك من تحديد المسؤولية في هذا الموضوع. الجميع يتكلم عن خرق لهذا الاتفاق. هذا الاتفاق ليس ترتيبات أمنية على الحدود فقط، هذا الاتفاق كان شاملا على كل الأراضي اللبنانية، ولكنه مرحلي وجزئي. ماذا يعني شاملا؟ يعني هو قال أنه لا يجب أن يحصل أي تهريب وأي تعاطٍ مع مجموعات مسلحة في لبنان من خارج الحدود، وكل تقارير الأمانة العامة للأمم المتحدة قالت أن هناك إعادة لبناء قدرات حزب الله. أصبح الجانبان قد خرقا القرار 1701، ولكن كان هناك استقرار في جنوب لبنان بالرغم من هذه الخروقات، من الذي دفع بالوضع إلى ما هو عليه اليوم هو إرادة واضحة من قبل حزب الله لفتح جبهة يشغل عبرها العدو الإسرائيلي. طيب كذلك ثمت حراك سيادة النائب، فرنسي، أمريكي، ألماني، بريطاني، بماذا مرتبط هذا الحراك؟ ما الذي سيقدم مثلا لحزب الله صاحب القضية الآن، القضية بمعنى صاحب مسألة النار وأطلاق الصواريخ وغير ذلك، من أجل أن يكون هناك تهدئة وأن لا تنجر الأمور إلى أكثر ما هو مرسوم لها الآن؟ كما فهمنا من مجمل الاتصالات مع الدبلوماسيين والمفدين الذين أتوا إلى لبنان، هم لم يأتوا بعناصر تسوية مع حزب الله. بمعنى آخر أنه يا حزب الله أن هناك إرادة إسرائيلية حقيقية بتأمين حدودها الشمالية مهما كلف الأمر دبلوماسيا أو حربيا. نحن نأتي لنقول لكم أن هذه الرسالة هي رسالة جدية، ولكي تتفادوا هذه الحرب التزموا بالقرارات الدولية، ولكي تمر العاصفة، ومن ثم نتحدث بالمواضيع الأخرى. لقد أتى هوكشتاين وجرب أن يعمد إلى نظرية فكفكة المسائل الواحدة بعد الأخرى، إذ عمد إلى طرح أن موضوع الحدود وترتيب موضوع الحدود والنقاط المتنازع عليها. طيب. أحب أن أقول هنا أن المسألة ليست مسألة تقنية أبدا. نحن أمام عدو إسرائيلي لا يلعب لعبة الأمن فقط، هو يلعب لعبة الكيان، بينما حزب الله لا يلعب لعبة الكيان. وبالنتيجة نحن نواجه عدو إذا خسر هويته ومصيره. بالوقت في لبنان إذا خسر حزب الله يخسر معركة، وبالنتيجة ليس هناك من كارثة إذا ما تراجع بعض الشيء لكي يترك هذا الضغط الكبير الدولي على لبنان يمر كالعاصفة، لريثما فيما بعد نستطيع أن نرتب أوضاعنا. هذه النقاشات ليست جديدة سيادة النائب. لذلك دكتور، هذه النقاشات ليست جديدة فيما يخص الحدود والأمتار وزيارات أموس هوكشتاين. الجديد فيها الجديد فيها قبل عملية غزة والحرب على غزة، الجديد فيها بأن الجبهة التهبت الآن وكرة النار يعني تتدحرج الآن. هل ثمت ثمن يعطى لحزب الله من أجل أن يهدأ أكثر؟ رئاسة، قصر بعبدة، أسماء المرشحين، غير ذلك. فهمت ما تقصده. نحن نقول إنه هذا ما أكد لنا الجميع، وهذه هي مطالبنا أساسا. لا مقايدة بين غزة وبيروت، ولا مقايدة بين أمن الحدود ورئاسة الجمهورية في بيروت، لا مقايدة أبدا. إذا أن إعطاء رئاسة الجمهورية في لبنان إلى حزب الله هو كمن يسلم شرقي المتوسط إلى طهران. هذا قرار أكبر بكثير
من عملية سياسية دستورية في لبنان، وهو أكبر بكثير من ترتيبات أمنية على الحدود. لذلك لم نكتشف أي نية عند أي دولة حقيقة أنها تريد إعطاء أثمان لحزب الله. الثمن الوحيد الذي يستطيع أن يربح حزب الله هو أن يربح نفسه وأن ينكفئ تطبيقا للقرارات الدولية. هذه أحسن طريقة لكي لا يكون هناك أثمان يدفعها وندفعها معه نحن كلنا كلبنانيين. طيب يعني إلى أي حد يعني التطمينات يعني هي قوية من الأطراف التي تسعى وراء التهدئة، الأمريكية أو حتى الفرنسية سيادة النائب؟ بالحقيقة لم نتلقى حتى الآن أي تطمينات، وكل كلام غير ذلك يكون إشارات أو إيحاءات دبلوماسية، لأن من معدن الدبلوماسية هو التفاؤل الدائم، وبالنتيجة لا دبلوماسية من دون إيجابية وتفاؤل، إنما واقع الأمر هو سيء جدا. واقع الأمر يشير لأن إذا لم يحدث التطور الدراماتيكي الكبير، يعني التطور الإيجابي المطلوب، أنا لا أرى كيف ستتوقف آلة الحرب، كيف ستتوقف آلة الحرب اليوم بعد كل الذي سمعناه. لا أحد يعني يرى أفق سياسي، كما نقل إلينا عبر الأمريكيين أن هناك نافذة ضيقة جدا للحل السياسي، والوقت يمر، وبالنتيجة ما قيل لنا كذلك أن لا قدرة أبدا من قبل الغرب للضغط على الإسرائيليين. وهذا ليس مناورة سياسية، لقد لمسناه في لبنان، ولمسناه عبر اتصالاتنا المباشرة مع العواصم المعنية. وبالنتيجة لذلك أقول اليوم أكثر من أي يوم مضى أننا أمام لحظات حرجة جدا قد يقرر بها مصير لبنان، يقرر بها مصير لبنان، وهذا أكبر من قضية رئاسة الجمهورية. شكرا جزيلا لك من بيروت النائب في البرلمان اللبناني الدكتور سليم الصايخ.